أنا ذكرت أمس بصورة مفصلة أن مسائل الدعاء، مسائل إجابة الدعاء خاضعة إلى نظام، مو كثر كل من يدعي لازم يستجاب دعاء. أنا أجي ربي سوي لي أشياء وسوي لي أشياء وسوي لي أشياء وكل هذا الشيء، لا ممكن يا أخي، أكو موازنة بالمصالح، أكو موازنة بالأمور، لكن الأدعية تستجاب عند مراقد أهل البيت في بعض الحالات اللي الله عز وجل يأذن بها. صحيح. فأنا ما حاجة، أنا أنقل حاجة وياه إيش نفسي فارغ، ما أدري نقل فلان أو سمعت بالخبر أو قرأت بالكتاب واحد، بس أنا أنقل حاجة بأرقام بالسنة اللي انضرب بها عبد الكريم قاسم، وبنفس الوقت ما كان واحد يقدر يطلع، أقول حجر ما حد يقدر يوصل منها مني يعني الساعة 5 منع تجول. عندي أحد كبرى أطفالي جت سكنت في البيت، كسرت زجاجة كان مكسور، كان لازم بالكاس جت طلعة كسرت زجاجة وضعت بعينها، مزقت العين قطعتها قطعة، أي نعم فركتها هي أمبرا إطراب إلى أن قطعت العين صارت قلبها. وبالفعل أخذنا إذن وطلعناها بالليل إلى مستشفى في بغداد، وجمعنا كبار الدكاترة جمعنا موجودين، قاعد بيسألهم وراء ماراثون، وجاب لجنة ويا هذا وراء ماراثون أرمني، وجابوا يا الكبار الباقين لا زال عنده مستشفى، هو كان مستشفى شارع رشيد براد القرية، فأخذنا عنده سرير هناك ونزلنا عنده. وبعد أن سمعوا وفحصوا بأجمعهم قالوا العين مقطعة قطعة قطعة، مسألة شوك قوم الرابع مستحيل ما ممكن يصير شوك. الشيء الثاني أن إحنا هالأربعة من الأطباء إذا قدرنا أن نلاحق هالأجزاء نخيط بعضها بالبعض الآخر حتى نحفظ العين من التشويه الخارجي. ثم جينا أطلع للخارج أوديها للخارج قالوا ما أي فائدة، أحدث الأجهزة موجودة عندنا، الخارج شو يسوي لك؟ عين قطعة كيف الحين قطعة؟ شو يسوي لك فيها؟ شوف الصحيح؟ وبالفعل أخذوا مني توقيع يا الله أقدموا على العملية، قدموا سووا العملية، خلال العملية صارت عندي فكرة. أنا إحنا نصعد على المنبر نقولهم للناس أهل البيت شو يسوون وش يسوون، صدق هذا كذي؟ إذا كذي ليش ندقل على الناس؟ وإذا صدق ليش ما أروح لهم أنا؟ بالفعل توضيت ونزلت رحت إلى حرم الإمام وسلم عليه. يشهد الله يعلم بالطريق كنت ما أشوف امرأة تمر عيونها ما بها شيء يصير عندي حقد عليها. أنه ليش هاي عيونها الزنا وهي طرحت عينها؟ يصير عندي بس حقد عليها. ما تعلمت الله من عند الشيطان. شنو هالنفس الشريرة؟ وجيت دخلت الى الامام موسى بن جعفر ما حسيت شيء، صليت ركعتين وقدمت امرأة الشريف، قلت له انت بين امرين، انا سامع انك تمقرا بالحوادث وقاري بالكتب، بالكتب اكو شيء بس كتب ما عندي يعني شيء كتب صدق لو كذا انا ما ادري بيه، لكن انت بين امرين لو كتب لو خرافه اثبت لي وجودك والله العظيم بيدعي التعبير خاطب. قلت له انا محسوب عليك الناس يسموني خادمك، صدق كذب انت ما اعرف، انت صدق لو خرافه اثبت لي وجودك، وطلعت من عنده. وهذا وراء ماراثون اللي حد يسأله يحب عليه يسأله موجود عند الحادثة مسجلة. طبيت وبعد أربعة أيام بعد أسبوع كل ما تحرك إلى أن يفتحوني العين، بالفعل بعد أسبوع جاوا بنفسه وراء مرجع صحة انبهت وقف مثل خشبة. تشبيك قلت عني يا شيخنا شو مسوي؟ أنا ما مسوي شيء. قلت شنو هاي العين طبيعية صايرة؟ قلت شنو فيها؟ هاي العين نامية طبيعية. قال لي هل العين طبيعية والشوك موجود بها طبيعيا؟ شلون صار على ممكن يصير هذا؟ شلون يصير؟ قلت له متأكد انه صار الشكل؟ قال لي متأكد الشكل. قلت له والله اخي انا طرقت لي باب من ابواب الله، رحت الامام وجاب لي حفظه اذا انت تؤمن بهذا. قلت له من فضل الله ومن بركات الامام تسمع عينك كل تسمع حسك عينك كل شيء ما بها طبيعية كما لو كانت اول. لاحظ طبعا الواقع انا احكي لك الاشياء الجديدة هاي انا ما جربته بنفسي. مسألة الدعاء تخضع لروابط معينة، يعني مو كل شيء يدعو الإنسان هو لازم يستجاب، أكو مواطن من يستجاب بها، أكو موانع، أكو حواجب للدعاء، أكو ذنوب، أكو مصالح، ما توفر عند ذنوب إنسان متقي، لكن استجابة الدعاء تفقد لمصلحة أخرى خاضعة، ما نقدر أن نتوصل إلى أسرار جميع ما رسمه الله عز وجل للعباد.